بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير عبر قناة جوسات. احنا الآن موجودين في منطقة القويسمة وتحديدا خلف دوار الشرق الأوسط في ضيافة محددة الأردن الفنية المتخصصة بتصليح وبيع وتصنيع جميع أنواع الزنبركات للشاحنات والآليات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ومعي الآن الأستاذ صلاح الدين محمود جابر أبو سائد. يعني هذه المحلات تتمتع بشعبية عالية من الخمسينات كانت البداية. للمزيد من التفاصيل بالبداية بنمسي عليك أبو سائد، الله يمسيك بالخير. سعداء جدا أنك تكون ضيفنا عبر قناة جوسات، حياك الله، قناة جميع الأردنيين. أبو سائد، نعرف سأل المشاهدين كيف كانت البداية مع المرحوم الوالد، وأين وكيف كانت البداية يعني صعبة ما بين اليوم والأمس؟ يعني هو كانت الناس على باب الله، تعلم هالصنعة أبوي. وين كان المحل؟ كان أول شيء يشتغل في شركة سل، تعلم المطلع هاي. الزيوت؟ لا، شركة سل كانت هاي كراج السل اسمه. في شارع المحطة. نعم. وكان عندهم هذول، هم شركة عندهم سيارات، وكانوا يشغلوا شغيلة واشتغل عنده، تعلم الصنعة هاي. عرفت كيف؟ وفتح ضم محل ضم بركات سنة 56. واشتغلوا فيها وتعلموا فيها ومشوا فيها. وين كان المحل؟ في منطقة؟ بشارع المحطة. شارع المحطة. شارع المحطة قبال طلعة التوتاد. كراج اسمه كراج الأرض. نعم، عند الشرضوية. أبو سعد، يعني نتحدث الآن عن هذه المحددة والمشغل الموجود عندكم. أنتم بتستوردوا زنبركات؟ احنا ما بنستورد، احنا بنشتري من المستوردين المحلي. نعم، احنا بنشتري محلي. نتحدث ماذا يصنع هنا؟ يعني ايش بنصنع هنا؟ بنصنع مثلا احنا عندنا مجال مثلا انه في اماية مثلا او نوعية من الرياس اللي مفقودة مثلا، فيش زيها. في عندنا امكانية نلفها نسويها، نعمل زيها حسب ما يكون موجود بالمشغل. لانه بكون امرار مش مستورد، فيش عليها استهلاك كامل. كثير ما بنستوردوهاش. طيب الحديد المستخدم هذا بولاد ولا حديد؟ بولاد. هذا بولاد. يعني ثاني البولاد صعب جدا. ايش الماكينات تاعي؟ عندنا مكابس. عندنا مكابس. مكابس تكبس الرياس. اول بقينا نضرب بالمهده زمان. كان الشغل يدوي يا مرحوم. كان الشغل يدوي. ايام صعب جدا. هلا الان احنا عندنا مكابس، عندنا دريلات هوا بفك، وعندنا كل شيء. الحمد لله اسهل. يعني اسهل اكثر بكثير. معدل الانتاج بهذه المحدده بما يخص موضوع الثني، كم قطعه باليوم تقريبا؟ حسب الطلب. حسب يعني بجوز ما نلف بالشهر، ما نستعمل نلفها مرة. يعني حسب طالما في انه موجود ما بنلف. بتجهزوش؟ يعني في بكون مثلا اشي مش موجود احنا بنجهزه، اما الموجود ما بنجهزه. طيب. موجود. ايش يعني هاي الامور، في امور بقينا زمان غالبية الامور نلفها ونستغلها. استاذ صلاح، نتحدث عن اهم المشاكل اللي بتواجهكم بهذه المنطقة وواقع الخدمات. والله شوف، في دحمات المرور هاي. الدحمات هنا في عندنا من يوم ما عملوا الجسر هذا اللي هون ازمه، سووا ازمه غير شكل. يعني احنا هنا امرار هذا الشارع كان رايح جاي، سكروا الطريق. فلما سكروا الطريق صار هذا اللي بده يروح هذا كله تيجي علينا، يروح يلف من اخر الدنيا ويجي علينا غلبه. فمنها ضرتنا يعني بعض الامور. طيب هاي ضرتنا ضرر 90% من ضررنا هو هاي، بس عمليه الجسر وتسكيره الشارع هذا. لازم الشارع هذا كان رايح جاي يعني. فهو شوف الملاحظه الثانيه. ملاحظات الحمد لله ما في، يعني ما في شيء. هاي الامانه قايمه بواجباتها، بيجوا بكنتوا بنظفوا ربنا الله بعد كلمه الحقيقه. احنا بنوجه تحيه طبعا لامانه عمان والبلديه. والله احنا شاكرينهم، يعني ما بقصروا. بالنسبه للترخيص زمان كنا نعاني من الترخيص، اما الان بالنسبه للترخيص صار لي سنتين اسهل ما شفته في حياتي. الله يعطيك العافيه. بترخص رخصتك وبتروح بساعه. طيب نص ساعه بتكون جاهز. يعني اخي ابو سعد، البدايه كانت بالخمسينات مع المرحوم الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. والان انت استمريت والابناء استمروا الاحفاد الحمد لله. الان طموحاتكم بمحدثه الاردن الفنيه شو ان شاء الله؟ يعني ناويين تتطوروا تجيبوا ماكينات جديده؟ والله انا كنت كان عندي يعني امل انه حتى احنا نعمل اعمل مصنع لهذول البركات هذول. نعمل مصنع في الاردن. مش موجود مصنع؟ ما في مصنع. كنت اتمنى انه يكون في مصنع في الاردن. عليهم طلب هذول؟ عليهم طلب. هم هذول يعني احنا نفهم يعني نشرح، لانه الصور تستعرض الكاميرا الان الزميل عمر دوايمه. هاي يعني تستخدم للاليات الثقيله، شاحنات تستخدم للشاحنات والقلابات، تستخدم للقلابات، تستخدم للتريلات، تستخدم للبيكابات، للديانات، للبساط. باستثناء السيارات. باستثناء حتى السيارات الصغيره، الموديل القديم كان لها رياس خلفي أمامي حجمها معي. أقل أصغر حجمها صغير صدقت.
أستاذ صلاح، يعني نعمة الأمن والأمان شو بتعني لك؟ بتعني لي كل إشي بحياتي. نعم. أنا بتطلع بكون مروح المغرب الساعة 6 الساعة 7 بلاقي بنات مروحات من الجامعة الجامعة بنسلح قلبي، ما نبسط. هذا ما بتشوفه بدول شقيقة. لا لا ولا يمكن. بعدين أنا بريت، ما خليت، أنا ما خليت ولا دولة عربية إلا رحتها. وين رحت أبو؟ رحت على الكويت، رحت على السعودية، رحت على دبي، رحت على شغل اشتغلت على تريلات، كان معي تريلا، كنت أطلع بتريلا أسوق على تريلا. ما خليت، يعني الوضع اللي كفي. إحنا عندنا هنا بدك تشرب مية بتشرب، غاد تشرب مية بدك. فيش مية ببعض الدول. مش مية بتدفع ثمنها، تربط المية بتدفع ثمنها. عندنا إحنا 100 واحد بسقيه. إحنا بنتمنى الله يديم نعمة الأمن، الله يديم علينا النعمة، ويديم علينا جلالة الملك، ويديم علينا الشعب البلد، يعني شعبنا المحترم. يعني إحنا شعبنا هون محترم، وبعدين ملكنا هنا يعني مش مخلي البلد هاي بحاجة لأي شيء. يعني أمان لا يوصف. الأمان أهم من الأمان. يعني لما بشوف بنت ماشي في الليل الساعة 8 7 ونص وبحرية وباحترام وبتقدير الكل، شو بدك وين هذا؟ وين بتلاقيها؟ والله ما بتلاقيه في أي بلد. الأردن أرض الحشد والرباط، بلد المهاجرين والأنصار. يعني قديش استقبلت ناس بهذا البلد. لكل مواطن أو كل من يقطن على له كرامته وإله عزته، بيش فرق ما بين أردني ولا فلسطيني ولا مسيحي ولا مسلم ولا شركسي ولا شيشاني. الأردن لكل للي بحب الأردن. ما هي الأردن لو ما كانت هيك، إحنا من فضل الله. يعني قديش أنا عشت في البلد، عمري ما شفت والله واحد بيقول له واحد انت مسيحي ولا مسلم ولا نعم. هذا الحكي اللي موجود ببعض دول مش موجود. يعني مع الناس عندنا هذا بيشتغلت هاي فلسطيني اردني على شغله الفطابل والدواوين هالفارطه اللي ما لها لزوم. يعني صحيح، وفي فئه منبوذه هاي. يعني مش نتامل الله يديم نعمه الامن والامان، يديم هالشعب الطيب، يديم جلاله الملك. لو قدر لك يعني الاستاذ صلاح جابر ابو سائد، لو قدر لك والتقيت بجلاله الملك عبد الله، الملك عبد الله معروف انه قريب من الناس وقريب من الشارع. يعني جلاله الملك ممكن يطلع بدون حرس، وصارت اكثر من مره. لو التقيت فيه ابن بلد اصيل وابن عائله كريمه مثل اخونا ابو سعد، شو ممكن نتحدث مع جلاله الملك؟ شو نقول له؟ اول شيء قبل كل شيء اتمنى انه يكون هذا اللقاء هيك. اتمنى لاني انا مره في يوم من الايام كنت محمل سيارتي وطالع بطريق الحزام، كان سيدنا جلاله الملك رحمه الله عليه طالع من الطلوع من وراه، فكانت الحراسات انا محمل، فكانت الحراسات بدها توقفني وانا حملي ثقيل، اعطاهم اشاره مرقوني الله. وبعدين مرق جلالة سيدنا رحمة الله على روحه. هاي أمور أنا ما بقدر، وأنا كان عمري 20 سنة ما كنت بقدر أنساها نهائياً لحد الآن. أخلاق الهاشميين يعني الله. هاي هم، هذول هم المغفور له جلالة الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اللي كل العالم بيعرفه طبعاً. خلى الشاحنة تبرد. بقول لك وقف، أقسم بالله عكس أنا بعض شباب متهورين يعني. بقول لك أقسم بالله هذا الحكي حصل معاي وأنا عمري 22 سنة، وكنت مروح من الكويت وصلنا يمكن شهر ونص او ثلاثة عن اولادي. يعني اذا وقفت انا بدي اتغلب لما اقوم الساعه. هو بفهم بهاي الامور انه هاي ترى معامله. اذا وقفت اخلاق عالية ملك، يعني ما صار ملك الا لما يكون بهيك اخلاق. شو بدك اكثر؟ بالنسبه لسيدنا جلاله ابو حسين يعني غني عن التعريف. صحيح. وبعدين من الملوك اللي هم يعني الرائعين اللي بيعرفوا كيف يحكوا لما بدهم يحكوا، وامتى يسكتوا لما بدهم يسكتوا. صحيح صحيح. احنا بنأكد يعني استاذ صلاح انها المسؤوليه فعلا هي مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه كل الشعب. جلاله الملك يعني تحدث اكثر من مره، استمد العزم منكم من الشعب. ايضا نستذكر مقولته ارفع راسك انت اردني. بالتاكيد. نعم. همات الاردنيين دائما مرفوعه عاليه بهمه النشامه. نعم. امثالك. نعم. اخوي ابو سعيد يعني كل من بشغلته ملك زي ما بيحكوا. الحمد لله. مميزين. يعني احنا سعداء جدا انه كنت ضيفنا. نترحم على والدك الله يرحمه مؤسس هذا المشروع رحمة الله، ويعطيك الصحة أنت وأبنائك النشامة اللي راح نصورهم الآن. الله يحفظك. إن شاء الله. ونحدد لسادة المشاهدين عنوانك بس ورقم التلفون. عنواننا إحنا لقويسمة خلف البيطرة. عنوان رقويت من خلف البيطرة، معهد الأردن الفني، تطليح ذو بركة. نعم. الصورة الآن تظهر الرقم زميل محمد، ومع هذه اللقطات ننهي. السيد صلاح الدين محمود جابر أبو سعد من معهد الأردن الفنية، إحنا بنشكرك على حسن الاستقبال والضيافة وهذا الدعم لهذا البرنامج، متمنين لك مزيد من النجاحات. الله يحفظك. شكرا جزيلا يا سيد. أدام الله علينا الأمن والأمان في هاي البلد.
ترابه.